بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمتابعين الكرام، حياكم الله جميعا بدون استثناء. تساءل جل المغاربة على عدم حضور السيد عبد اللطيف وهبي للجلسة الشهرية اللي كيحضر لها أكيد رئيس الحكومة. يعني التساؤل كان كبير، لأن الأمناء العامون ضروري كيحضروا لديك الجلسة اللي كيتناقش فيها رئيس الحكومة مع المعارضة. هنا للإشارة، فإن وزير العدل والحرية السيد عبد اللطيف وهبي كان فيما سبق قد تعرض لوعكة صحية على إثرها سافر إلى فرنسا لتلقي العديد من الفحوصات التي أكدت على أنه يعني عنده تخثر أو شيء من هذا القبيل في الدم، يعني على مستوى الرأس. طبعا بعد رجوعه وقد أكد للأطباء على ونصحوه على عدم استعمال الهاتف النقال، لكن يعني قبل يومين نقل على وجه السرعة إلى إحدى المصحات بمدينة الرباط، وهذا ما أثار جدلا كبيرا وتساؤلات عديدة حول ما وقع. نتمنى احنا الشفاء العاجل، اللهم لا شماتة. يعني كيبقى مغربي رغم اختلافنا معه، وكل الشرائح تختلف معه، لأنه منذ توليه لحقيبة وزارة العدل والحريات فتح عدة جبهات وصراعات مع العديد من القوى يعني داخل المغرب، بتصريحاته النارية، تصريحات يعني الغير محسوبة، خرجات يعني غير محسوبة، وخصوصا ما وقع مؤخرا في قضية مباراة المحاماة، يعني والتي وقع فيها حيث وظلم كبيرين على هذه الفئة طبعا. وقد اتضح من خلال اللوائح التي سربت على أن الاستفادة كانت فقط للعديد من العائلات التي تتربع على العرش، سواء المحاماة أو القضاء في المغرب. كما أن السيد عبد اللطيف وهبي يعني تخطى حدوده إلى أمور لا تحمد عقباها، بحيث أنه مؤخرا حاول يعني إعطاء غطاء قانوني للعلاقات الرضائية، ونحن يعني مع كامل الأسف في بلد أمير المؤمنين، بلد الحريات، بلد التعايش، يعني بلد إسلامي بامتياز. هنا وقع السيد عبد اللطيف، وكما وقع سابقا في المحظور حين يعني حاول تبرير يعني استعمال الخمر، وتكلم في أمور يعني صراحة أمور واهية، أمور ما كان له أن يتكلم فيها، وخصوصا حينما يعني يتكلم بتعاليب عنجهية، يعني حين سئل من أحد الصحفيين يعني عن ابنه وعن وجود ابنه على رأس لائحة، قال ابني يعني بالدارجة المغربية، قال له الابن ديالي يعني باه لبس عليه وقراه في كندا، عنده جوج الإجازات من موريال. يعني هنا هذا استعلاء واستخفاف بالعقول ديالنا كمغاربة، وبالكفاءات ديال مع كامل الأسف ديال الجامعات المغربية والمدارس العليا المغربية التي يعني يشهد لها، يقام لها ويقعد. إذا السيد عبد اللطيف وهبي يعني ربما وقع بكبريائه أو بتكبره على المغاربة، وقع في أمور يعني عديدة وعديدة جدا. والآن يعني الشارع المغربي يغلي في هذه الظرفية، يعني بالذات مع غلاء الأسعار، مع غلاء المحروقات، يعني الخضر، المغرب على صفيح ساخن. الآن لا بد من تهدئة الأمور، لا بد من وجود آليات ناجعة لإخراج المواطن المغربي البسيط من مستنقع الجوع، نقول هكذا يعني،
ولا نجد غضاضة في ذلك، يعني حين تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية لنا كمغاربة، وخصوصا يعني المياوم المغربي الذي يعيش يوما بيوم ولحظة بلحظة. هنا مع كامل الأسف يظهر جليا يعني فشل هذه الحكومة بكل المقاييس، وما يعني حضور الوزير الأول أمام البرلمان وتلك يعني التبريرات وتلك الأجوبة التي لم تكن مقنعة حتى للمواطن البسيط، فما أدراك بالمحللين والسياسيين والصحفيين ذو الكفاءة والذين يعني يدركون جليا يعني الأرقام يعني والتعاطي مع الأرقام. الأمور يعني الكلام الشعبوي لم يعد مفيدا في بلدنا المغرب. الآن لا بد من فتح يعني حوار جاد، حوار من ذوي العقل والتعقل، من الشرفاء في المغرب، من الشرفاء في المغرب وهم قلة، لكن حين نرى على رأس البرلمان يعني مع كامل الأسف السيد الطالب العالمي، يعني هذا يعني شخص يعني مدان يعني في قضايا شيكات بدون رصيد، في معمل أنه كان كيشغل عمال يعني بدون يعني تغطية صحية، بدون يعني هذه أمور صراحة لا تشرفنا كمغاربة. وهؤلاء المسؤولون أصبحوا يعني وجوه يعني مستهلكة، وجوه يكرهها الشعب المغربي على اختلاف أطيافه، وهذه هي الحقيقة. يعني لا بد من وحتى الآن مشكور يعني القضاء المغربي والمجلس الأعلى للحسابات، ونشكر من هنا السيدة يعني امرأة الحديدية زينب العلوي يعني العدوي، لأنها يعني أعطت العديد من تصريحات والعديد من القضايا الآن ديال المسؤولين الجماعيين مع كامل الأسف، والذين انتخبهم الشعب للدفاع عن حقوقه، للتنمية البشرية، لتنمية العالم القروي، للرفع من مستوى البنية التحتية، لكن مع كامل الأسف أصبحوا هم ناهبي المال العام، أصبحوا يعني يأكلون الأخضر واليابس، يطمعون في كل شيء مع يعني الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها والحوافز والامتيازات، لكن مع ذلك فيمدون أيديهم إلى المال العام والأدهى والأمر والأنكى، في كل هذا على أنهم العديد منهم والسواد الأعظم منهم لم يصرحوا بممتلكاتهم قبل تسليمهم للمهام المنوطة بهم. وهنا نشير إلى أن هؤلاء الناس يعني مع سبق الإصرار والترصد أنهم لم يدلوا يصرح بممتلكاتهم حتى لا تتم مراقبتهم أو محاسبتهم بعدما استلموا المناصب، ودخلوا في صفقات مشبوهة مع العديد من الشركات التي هي حكر لهم وعليهم. وما سحب القانون يعني الإثراء غير المشروع، والذي كان يعني خصوصا عندما تولت هذه الحكومة لزمام الأمر، أنهم سحبوا هذا القانون لكي لا يجرمهم، لكي لا يكون حجة على أعناقهم أو سيفا على أعناقهم. وهنا تتضح أن النوايا كانت سيئة من البداية، وأنهم يعني تمادوا يعني تمادي خطير يعني في أخذ المال العام، وحرموا المواطن البسيط من العديد من المزايا ومن أموال باهظة كان حري بها أن ترفع من المستوى المعيشي لهذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يلتف وراء قائده وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
يعني كأمير للمؤمنين وأيضا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يعني هذا الشعب لم تعد له الثقة إلا في جلالة الملك، فهم يناشدونه دائما بأن يكون يعني هو الحل وهو الملاذ الآمن بعد الله عز وجل. هنا أن يتضح جليا الآن، هل هناك نية صادقة على الضرب بيد من حديد على هؤلاء المسؤولون الفاسدين الذين أضاعوا على الدولة يعني مبالغ مالية هائلة؟ هنا ربما قد تكون يعني قضية مبدع البداية أو بداية النهاية يعني والقطع مع الفساد. نتمنى هذا، نتمنى من تفعيل قانون الإثراء غير المشروع، نتمنى من تفعيل أيضا المحاسبة والمراقبة وربط يعني المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يتسنى لأي مسؤول فاسد أن يمد يده إلى المال العام، وأن تكون السلطة بيد الشعب، وأن يكون هذا الشعب الذي يستحق فعلا الحب والاحترام والتقدير والعناية، لأننا في حاجة إلى رجال يعني لهم الكرامة والعزة ولهم أيضا الغيرة على هذا الوطن، لأن المواطنين في حاجة إلى الصحة، إلى صحة في المستوى، إلى تعليم في المستوى، إلى لأن عيب وعار يعني في 2023 يعني نشوف أن شخص يموت بجانب المشفى لأنه لم يتلقى الرعاية والعناية الكاملة. يعني هذه مأساة، وهذه تحط من قدرنا كمغاربة، وتحط من بلدنا المغرب الذي هو أمبراطورية والذي ضارب في عمق التاريخ. وحين نتكلم عن تاريخ نتكلم عن 14 القرن، راه يعني ما سهلاش، راه الناس ضحاوا من أجل هذا الوطن، ناس ماتوا شهداء على هذا الوطن، ناس يعني أعطوا الغالي والنفيس، ناس قدموا التضحيات من أجل هذا الوطن. ميمكنش أنها الآن واحد الفئة أو واحد الشرذمة هي التي تستغل المقدرات هذا البلد، هي اللي تعيش في الرخاء وتعيش يعني في بحبوحة من العيش، في حين أن المواطن العادي يعيش الأمرين، يبيت الليل كله وهو يعني يفكر كيف سيحصل على حبة طماطم أو على حبة بصل وبطاطا حتى يمكنه أن يصنع يعني أكلة لأبنائه قد لا تسد رقم رمقهم. يعني عيب وعار أننا نتكلموا على عام الجوع اللي دز في سنة 45 واللي كيحكيوا لنا عليها الآباء ديالنا أننا نعيشوها في سنة 2023. راه حين يقف المواطن البسيط يعني أمام البائع أو بائع الخضر ويرى هذه الأثمان المهولة ويعود إلى أبنائه وخلي الوفاد